أهلا بحضراتكم. فن الكاريكاتير من أجمل الفنون، وهو مرتبط بالشخصية المصرية لارتباطه بالنكتة وحس الفكاهة. والشخص اللي بيتمتع بحس الفكاهة هو شخص بالضرورة دافئ المشاعر ومدرك، لأن الإنسان مش معصوم عن الخطأ، وده بيديله بعد وعمق إنساني أكبر. فن الكاريكاتير في ناس بتقول إن هو في القرن الـ16 ظهر، ولكن احنا دايما كمصريين بنعتز ان المصري القديم لانها حضارة كانت سابقة في كل شيء، فايضا كان في بعض الرسومات التي تنسب الى فن الكاريكاتير. احنا النهاردة فقرتنا عن جفصة. جفصة ولاية من ولايات تونس، هم هناك يسموها ولاية مش محافظة. وجفصة اقامت هذا المهرجان من دعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، واشترطت انه هذا المهرجان للكاريكاتير يكون من غير اي كلمة. هو في حقيقة الامر ده افضل، لان فن الكاريكاتير المفروض فن صورة مش فن كلمة. لما يضاف كلمة او تعليق بتبقى حاجة مساعدة، لكن الموضوع الاعم كان هو فكرة السلام ونبذ الحروب. انا بيسعدني ان يكون معانا فنان الكاريكاتير المصري الاستاذ مصطفى الشيخ، امين صندوق الجمعيه المصريه للكاريكاتير. برحب اهلا بحضرتك. وسهلا بحضرتك يا فندم. كان مهرجان جميل، عجبك جدا المهرجان؟ جدا جدا جدا. حضرتك شاركت برسومات اكيد. شاركت برسمتين في هذا المنطقة. كانت تلقيت دعوة من الأستاذ عبد القادر مسعود رئيس جمعية أحباء الكاريكاتير بجفصة للمشاركة هذا العام في هذا المنطقة الدولي اللي كان فيه حوالي 100 رسام من 40 دولة، وعرضوا حوالي 300 عمل كلهم كانوا عن السلام. وهو الاسم فعلا كان موفق جدا هذا العام، لأن العالم أحوج ما يكون إلى أن يتعايش في سلام في هذه الظروف صحيح. العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم بأسره. يعني انت حضرتك بتشتغل اصلا مهندس في مطابع الاهرام، الأهرام، نعم. والكاريكاتير ده فن يعني جديد بالنسبه لك لا لا، ولا ده أنا محترف من زمان؟ من محترف زمان من يعني زمان. الاتنين ماشيين مع بعض. نعم، جميل. محترف كاريكاتير. قعدت فترة في، يعني بدأت في جريدة الأحرار وفي ملحق أيامنا الحلوة، ثم انتقلت إلى جريدة الوفد. قعدت فيها مسافة كويسة يعني، الحمد لله، يعني عملت لي ثراء يعني جميل. ثقافي وثراء، لأن كان هي فيها سقف أكبر شوية من الجرائد القومية. وثم قعدت في اليوم السابع، عملنا فكرة كده في اليوم السابع في أول ظهورها كمطبوعة ورقية، وحاليا بنزل شغلي على موقع فيتو الإخباري. طيب، الملتقى أو المهرجان في نعم. جفصة، يعني إيه أهم الأعمال اللي مش قادر تنساها الرسامين، وأهم مظاهر أو الفعاليات الأساسية؟ لا والله، هو يعني كل الأعمال كانت بتبين أهمية السلام بالنسبة للعالم وحاجة العالم للتعايش السلمي في هذه المراحل بالذات. يعني كل يعني تكاد تكون الأفكار متقاربة إلى حد بعيد، يربطها خيط واحد أو اتجاه واحد، غير أن هنا التنفيذ بالنسبة للفنانين هو اللي بيبقى مختلف شوية، وطريقة التناول بالنسبة للأفكار. لكن هي الفكرة كلها كانت عن السلام وأهمية السلام، وأعتقد أنها فكرة برضك كبيرة، موضوع كبير يعني يحتاج إلى فنانين كتير يرسموا فيه ويقولوا براحتهم فيه. يعني صحيح ان جمعية مهرجان جفصة للكاريكاتير أحباء، قدمت وثائق بتؤكد ان المصريين القدماء هم اول من عرفوا هذا الفن. والله في كتب بتؤرخ لذلك، يعني لأن القدماء المصريين يعني ثبت إن وجود رسومات على بعض الجداريات بتقول إن كانت بتنتقد يعني ذوي السلطان يعني، أو الوزراء أو اللي هم الحاكمين احنا يعني. معانا شعار المهرجان اللي هو الملتقى السلام جفصة الدولي للكاريكاتير. نعم نعم كانت برضه جميل. كأن يدي بتطلق حمامة السلام، ودي رسم الأستاذ عبد القادر مسعود اللي هو رئيس جمعية أحباء الكاريكاتير بجفصة. ده المهرجان السادس للكاريكاتير في تونس. بالظبط بالظبط، هم حريصين ان هم يعملوه كل عام ان شاء الله، وانا شايف ان كل سنه بيتطور عن اللي قبلها بالنسبه انت حضرتك حضرته قبل كده؟ لا بس انا متابع يعني، متابع. متابع العمليه، لان اي حدث فيه فن او كاريكاتير في مستوى العالم احنا بنحاول نتواصل معاه، وبنعرف يعني بنستفيد، بنعرف هم بيفكروا ازاي، بيرسموا ازاي، بيتناولوا المواضيع ازاي. في صعوبة ان انت تستغني عن الكلمة في الكاريكاتير؟ بيبقى في صعوبة اعلى
ان انت الرسم لازم هو اللي يوضح. هو اكيد في صعوبة، يعني انت بتبقى عايز ترسم الرسمة بحيث ان المتلقي ما يحتاجش ان هو يقرأ حاجة. انما احنا بالنسبة في مصر هنا بيبقى الكاريكاتير اللي هو فيه كلمة، لان احنا عندنا مفردات مش موجودة عند اي حد، يعني بمعنى مفردات دمها خفيف، يعني ما كلمات ما حتى لو حد قراها بره ما ياخد ما يعرفش معناها ايه. يعني مثلا كان الاستاذ مصطفى حسين رحمة الله عليه والاستاذ احمد رجب سلم لي على المترو ومش عارف الحاجات دي، ما حد يقراها تترجم ترجمة عادية ما حدش يفهم يعني ايه يسلم على المترو. انما احنا عندنا هنا ليها مدلول تاني بس مرتبط بثقافة الشعب، بثقافة وده واحنا كل عندنا شعب حاجات هنا أكيد. دمها خفيف بالنسبة للشعب، ان احنا بيحب النكتة ودمه خفيف، فالحاجات دي بتبقى كويسة معاه. انما لما بنيجي نعمل شغل عالمي بقى والناس كلها بنستغنى تماما عن الكلمة، لان ما بتؤديش ما المراد منها. يعني انت حضرتك شاركت بأكتر من عمل في شاركت الملتقى، بعملين والله، لان انا كان عملين فقط. شاركت بعملين، وعلى اساس بندي فرصه يعني كل واحد يشارك بعملين ثلاثه عشان الدنيا ما تبقاش ايه كبيره يعني. بس اهم حاجه ان انت تقدر توصل الفكرتين اللي انت عاملهم بطريقه سهله ومبسطه، واي واحد يستطيع ان هو يستوعبهم. يعني اعتمدت على ايه في الرسمتين؟ والله انا عملت رسمه منهم ان العالم اللي هي الكره الارضيه على هيئه بني ادم له ايدين وبيغرق في البحر، وحمامه السلام هي واقفه على صخره هي اللي بترمي له طوق النجاه، يعني على اساس ان السلام هو الوحيد القادر على ان ينقذ هذا من ايه العالم من الغرق نتيجه الحروب والصراعات اللي هي موجوده في الكره الارضيه حاليا. دي رسمه من الرسمات. الرسمه الثانيه رسمت ان الكره الارضيه مفتوح فيها باب والباب ده طالع منه بقى حلل وغطيان وكبشه ومعالق ومغارف، كانهم ناس بتتخانق جوه مكسره الدنيا، فهي الحمامه بقى لمت حاجتها في بؤجه كده زي بتاعت البؤجه الريفيه في عصايه واخده بعضها ايه هترحل بقى ترحل خلاص. من الارض. يعني انا بنبه على اهميه السلام يعني في ده جميل. الكاريكاتير منذ نشأته وهو فن، مفروض فن فيه نقد اجتماعي وسياسي ويعتمد على فكرة التعرية والسخرية هو المبالغة. والمبالغة طبعا. هو مظبوط كده؟ تمام بالظبط حضرتك كده. لازم انا ابالغ فيه شوية على اساس ان ايه يعني الفت النظر للقضية اللي انا عايز اتناولها، انما لو عملتها بطريقة عادية خالص كده هتمر على المتلقي مرور عادي برضه. لازم هو يحس ان انا مبالغ قوي قوي عشان ياخد باله ان انا بركز على نقطة معينة في هذا الكاريكاتير. المشاركين حضرتك، ايه اهم الدول اللي شاركت؟ والله يعني انا ما في ناس اعتقد من اوكرانيا، وفي ناس من الجزائر، وفي ناس من السعوديه يعني، وفي ناس في يعني اقول لحضرتك يعني انا كنت من مصر، كان في الفنان كمال براني من الجزائر ده كان متواجد معانا وحاضر هناك، وكان في الفنان ايمن يعني الله من السعوديه، وكانت ضيفه المهرجان الفنانه امنه الحمادي من الامارات، والباقي بقى ارسل اعماله يعني تم عرضها في جميل. تمام. بيشار إلى شخصية حنظلة باعتبارها شخصية كاريكاتورية، يعني حظيت بشعبية واسعة جدا في الوطن العربي، واللي رسمها طبعا الفنان ناجي العلي، تمام. وبتحظى باحتفال هذا العام. هل تعتقد إنه إن إحنا بقينا عاجزين عن خلق شخصيات، أو فناني الكاريكاتير أصبحوا عاجزين عن خلق شخصيات مؤثرة جديدة يعني تحمل الهموم لا العربية؟ هو فنان الكاريكاتير ليس عاجز عن خلق شخصيات او ابتكار شخصيات او افكار، ولكن انا بقول لحضرتك ان معظم المشكله ان الكاريكاتير تم تجاهل دوره بشكل كبير يمكن في الوطن العربي. يعني معظم انت يعني انا لما بصيت للمشاكل انا هرجع للسؤال ده، بس في اللوحه هي بتاعت حضرتك او بالظبط الرسم كده. بتاعك، الحمامه بتلقي بطوق النجاه للكره الارضيه، يعني للعالم 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 كله، يعني للعالم الحقوا نفسكم بقى لان انتوا العالم كله بيغرق. بيغرق في امواج عاتية. صحيح. الحروب، الحروب نتيجة والدمار الحروب والاطماع. والصراعات لم فجميل. يعد للسياسة دور كبير يعني في عالمنا، كله ايه حروب صحيح ومصادمات. صحيح. يعني عالم مجنون زي ما بالظبط كده بيقولوا بالظبط يعني. كده. طيب هنا هرجع لسؤالي، يعني ليه ما فيش شخصية شهيرة زي شخصية حنظلة لناجي العلي
بت 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 واقول لحضرتك يعني انت حتى لما تيجي ترجع هنا في مصر لزمن يعني ليس بالبعيد قوي، يعني كنت اعتقد ان معظم المطبوعات الورقيه المتواجده في السوق المصري كلها حريصه على وجود فنان واثنين وثلاثه كاريكاتير. اختلاف الثقافات النهارده يعني كثيرا كثيرا من القائمين على بعض الصحف يعني لا يدرك اهميه الكاريكاتير ولا يدرك اهميه فنان الكاريكاتير معاه، يقول لك مش لازم كاريكاتير، وفي بعض المطبوعات بتصدر من غير كاريكاتير. لو احنا بصينا على روز اليوسف يعني من عايز تقصد تقول ان المناخات او يعني ما بقاش في مساحات او تقدير للفنان، فابتدى يعني التقدير تقل للفن كمان تقدير الكاريكاتير، ففن الفني. الكاريكاتير يعني مثلا الشخصيه زي بتاعت حنظله ايه اللي خلاها متواجده؟ دوام، يعني فيها حاله من الدوام صحيح. ان هي شخصيه كل يوم يعني انت زي نقطه الميه كده لما بتنزل على صخره دوام والقضايا اللي بيثيرها مرتبطة بالظبط كده، بأحلام انت بقى وطموحات الشعب العربي كله. اصبحت انت تتعلق بهذه الشخصيه، ماذا ستصنع غدا؟ مستنيها، صحيح. فاذا هو اشتغل عليها يوم واتنين، ما اتعرفتش في يوم وليله، لا ده يوم واتنين وتلاته واربعه وبعدين بقت خالده دلوقتي. احنا عشان نعرف حتى قيمة شخصية حنظلة وقيمة الفنان ناجي العالي، ان احنا لما ندرك انه قد كده كان هذا الفنان مؤثر لدرجة ان يتم اغتياله هو شخصيا، لانه هناك من اراد ان يسكت هذا الصوت الفاضح لتهرؤ واهتراء الانظمة العربية بحكامها الفاسدين وقتها، وايضا الامبريالية والصهيونية العالمية كانت موضوع لقضيته، وهي الدفاع عن القضية الفلسطينية وفتح كل هؤلاء العملاء. طبعا هي كمان احنا نفسنا طبعا نشوف صورة، ادي صورة اخرى اهي للاستاذ الشيخ مصطفى الشيخ، وهسيب حضرتك ان انت تشرحها لنا. انا تخيلت ان العالم ان الكره الارضيه في جوه ضرب ورزع وحلل واطباق وصحون ومعالق كبيره بيتخانقوا جوه خناقه كبيره جدا، فالحمامه السلام لمت حاجتها كلها في بوجه اللي احنا بنسميها فين البوجه، الصحون هي والشوك بس يمكن والشواكيش؟ الشاشه مش واضحة عشان مش البعد، بعد الشاشة شويه عننا دلوقتي انما هي المشاهد هتلاقي هيشوفها. حاجات كسر كتير طالع، فهي خدت حاجتها في بوجه خدت حاجتها وقررت ومشيت. ان ترحل من هذا العالم المجنون، يعني صحيح. حمامه السلام يعني. هو من ينظر للرسم حضرتك يعني يتذكر فعلا انه ممكن العالم ينفجر بسبب حماقة أكيد حد يدوس أكيد على زرار نووي فجأة بالظبط كده، اللي هم فينتهي لم الكون. يدعوا للعقل يعني إيه مساحة يتعامل فيها. كل إنسان مثلا حتى بعض حتى الدول الكبيرة النهاردة أصبحت بتدفعنا إحنا كدول صغرى، يعني زي ما شفنا إحنا أمريكا كانت الحرب كانت بين العراق وإيران، إن أمريكا كانت بتساعد تدي سلاح صدام للاثنين. وعن طريق إسرائيل إسرائيل بتدي لإيران، وكانوا بيجربوا أسلحة في لبنان، يعني أسلحة جديدة بينتجوها صحيح جديدة صحيح بيجربوها في لبنان على بني آدمين، صحيح. فهو ده العالم اللي احنا بنتعامل تجار معاه الأسلحة في العالم لا يعنيهم بالظبط إلا الربح. بالظبط دي كده. في رسمة اهي كمان، ده هي دي كان رسم تقريبا دي لمين أولا؟ يعني انا مش هنا شايف الأسامي هنا هنا بصراحة، هو في زي خروف خروف هو واقف وبيبص في بيصيح منظار. شايف نفسه ان هو ذئب يعني هو ايوه صحيح لا يدري ماذا ينتظر يعني صحيح. وعلى حافة الهوية أيضا، يعني واقف على حافة. على حافة الهوية. أنت حضرتك رسوماتك الأخرى يعني كلها أقدر أحطها تحت عنوان إيه؟ يعني هل بترسم رسم يميل إلى النقد السياسي أو نقد اجتماعي ده ولا هذا النوع بعشقه، يعني انا بعتبر ان فنان الكاريكاتير ده فنان شعبي من الطبقة الأولى، يعني هو رئيس تحريره هو يعني سيده هو الشعب هو المواطن، فكل ما انت بتتعامل مع هذا المواطن ومع مشاكله الصورة اللي فاتت دي كان للفنان رائد خليل. رائد خليل، نعم، الفنان السوري رائد خليل، نعم الفنان السوري رائد بالظبط، خليل نعم طبعا نعم طبعا له حق طبعا ان هو يرسم هذا الشكل وحافة الهوية. نتمنى طبعا لسوريا ان السلام والامان ولكل العالم طبعا مسالم. احنا كان معانا من تونس بقى بالاضافه للاستاذ عبد القادر مسعود اللي هو رئيس جمعيه احباء الكاريكاتير بجفصه، كان معانا فنان كبير اسمه منير الهاتفي من تونس برضك، كانت معانا الفنانه ليليا هلول، وكان معانا وليد محجبيه واسامه برداوي،
وأنيس معانا فنان برضك. اكتر البلاد العربية ايه المشاركة يعني اللي حضرتك ذكرتهم دول؟ من سوريا، من العراق، من منين، من لا أنا الجزائر، من المغرب، من هي تقريبا كل الدول العربية شاركت يعني، هو ممكن احتمال بس هي الدول الأجنبية هي اللي كان تواجدها مش يعني مش على درجة الدول العربية، لأن احنا التواصل فيما بيننا كجمعية كاريكاتير مصرية وجمعية كاريكاتير تونسية بنعرف نتواصل مع بعضنا، وبيبقى في تواصل بيننا وبين دول عربية كتير يعني. هعود لسؤالي اللي هو عن توجهك انت في الرسم. حضرتك قلت لي بتفضل الرسم الموضوعات السياسية ولا؟ الموضوعات السياسية والاجتماعية اللي تهم المواطن يعني، اللي هي تهم المواطن يعني، غلا قوانين مثلا فيها إجحاف لبعض الناس أو أي سلبيات في المجتمع، لأن هو دي اللي المواطن بيجد فيها مصداقية بتمس حياته الشخصية. ف اديني مثال كده الكاريكاتير رسمته عن أنا يعني آخر حاجة يعني يعني رسمتها مثلا. أقول لحضرتك حاجة يعني، أنا النهاردة في خبر كان موجود على موقع فيتو إن الأرصاد بتعلن أن بداية الشتاء 21 ديسمبر. يا لسه ما بدأش؟ لا لسه ما امال بدأ، النهارده ايه ده، ما احنا النهارده تلجنا. ساعة كده، بس هو عايز يطمنك ان ده يعني كده بره الحساب يعني. فطبعا انا عامل راجل مواطن غلبان جدا جدا وظروفه تعبانة، ومراته لابسة نص كم وعياله لابسين نص كم وبيبصوا من ورا الباب، بيقول لها ما حدش يكلمني في كسوة شتوية قبل الميعاد ده يعني، اتلكك هو كمان. هو معهوش فلوس اساسا يعني. ده ده هنا السيد والي جفصة و افتتاح الملتقى بالظبط بقى. اللي هو الوالي اللي هو المحافظ يعني، بيبقى عندنا السيد منذر والي جفصة. جميل جميل. ده الرسومات اهي معروضة والافتتاح. جميل. احنا عندنا ملتقيات هنا في مصر للدول العربية في فن احنا الكاريكاتير ولا عندنا لا؟ منتقى سنوي بنعمله الجمعية المصرية والله للكاريكاتير، في شهر ايه؟ في ده شهر شهر 4 حضرتك، بيقام فين؟ في الأوبرا، في دار الأوبرا. الأوبرا برعاية وزارة بتشارك فيه الثقافة دول المصرية، عربية ولا دول من دول كل عربية العالم؟ وأجنبية. يمكن من احنا عندنا هنا في القاهرة يعني الدنيا بيبقى أكبر يعني، المكان كمان أكبر بيستوعب أعمال أكتر، وبيجي لنا فنانين من كل دول العالم، من إيطاليا ومن روسيا ومن كل جميل. جميع دول العالم. طيب الجمعية المصرية للكاريكاتير يعني ايه الدور الأساسي اللي بتلعبه لنهضة الفن ده؟ والله احنا بنقيم مدارس وورش عمل لتعليم فن الكاريكاتير، وتاني حاجة الملتقى اللي احنا بنعمله ده اللي هو مثلا بنتناول قضايا برضك بتهم مجتمعنا يعني، تناولنا قبل كده قضية التعليم، قضايا المرأة، الملتقى اللي جاي ده هيبقى عن الرياضة، وبعد الرياضة يعني ايه يعني الرياضة؟ يعني الرياضة وأهميتها ودورها في المجتمع، بتبعد الشباب تمام. عن الانحراف الرسوم كلها تدور حوالين حوالين الرياضة. موضوع واحد، خدت من حضرتك. تمام. بالتالي بعد ما بينتهي هذا الملتقى الدولي اللي بياخد له بتاع اسبوع في دار الاوبرا، بناخذ هذه الاعمال وبنلف بيها المحافظات. ده بعد ده جميل، جميل، ده هو ده جميل فعلا جدا المهم صحيح. جدا يعني، في محافظات محرومه من انها صحيح. يحدث فيها فعاليات على هذا المستوى، فبالتالي احنا بناخد الاعمال دي ونروح لهم احنا بتروحوا هناك كام محافظة في مصر؟ يعني. مثلا رحنا بنروح اسماعيليه، رحنا المنيا، هاير. رحنا اسكندريه. في اقبال بقى من الناس لما لا بتعملوا الملتقى ده؟ والله الناس بتيجي بيبقوا كتير. غايه في السعاده وبييجوا يحضروا، وبنعمل على هامش التنقل ده بنعمل مدارس برضك، مدارس بنبعت تعليم بنبعت فنانين او ثلاثه بيبقوا متواجدين ده مع هذا مهم قوي، المعرض. ده مهم. ليه؟ بنحبب الشباب في هذا الفن يعني، كتير من الفنانين من الشباب اللي عندهم موهبه عفوا بيبقى عايز يبتدي بس مش عارف يبتدي ازاي ولا منين ولا ازاي يكون فكره وازاي يتعامل مع الورق. بنبتدي احنا نقول له بقى ده ونوجهه ونعرفه، وبعد كده هو بيبتدي يتواصل معانا سواء من على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع اعمالنا، وبنتواصل معاه بنطور اداؤه يعني الى ان يصل الى مستوى مرضي يعني. يا ريت كمان يبقى في مساحة لتعليم الأطفال كمان فن والله الكاريكاتير يعني. والله احنا في بعض زمايلنا معانا في الجمعيه يعني خدوا خطوه في هذا المضمار يعني، الفنان سعيد بدوي، الفنان الكبير سعيد بدوي ربنا يديله الصحه، بيتعامل مع بعض الانديه الاجتماعيه بحيث ان هم بيجمعوا اطفال ويبتدي هو يديهم دروس في تعلم التذوق والفن والكاريكاتير، ده حاجه مهمه جدا برضه. جميل اتفضل. حلو. الفن الكاريكاتير دايما يعني او في الاغلب
بيعرض فنان الكاريكاتير لبعض المشاكل، يعني قد تصل في ذروتها إلى الاغتيال كما حدث مع الفنان الكبير ناجي العالي، ولكن قد تحدث أزمة لفنان الكاريكاتير في بعض الفترات التاريخية، إنه يمنع نشر الرسم، يمنع هو أصلا من العمل. هل صادفت حاجة زي كده؟ اه والله انا صادفت اثناء عملي في الوفد، في جريده الوفد. الوفد، انت عارف حضرتك جريده الوفد ايه؟ كان الوفد اقوى من النهارده يعني بصراحه، يعني كان ايام الاستاذ سعيد عبد الخالق رحمه الله عليه كان رئيس تحرير، تتكلم عن سنة كام تقريبا؟ يعني مثلا قبل الثوره بسنتين ثلاثه كده. صادفت ايه بقى؟ صادفت ان كان في انتخابات مجلس الشعب، وكان المصري اليوم بي 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 بيرمي إلى أن الوفد تواطأ مع الحكومة وعملية تقسيم كراسي ويدي لهم كذا صوت، فدخلنا في سجال بقى بيننا كرسام كاريكاتير والفنان الجميل عمرو سليم من طبعا. المصري من معروف. المصري اليوم. فلا هما طبعا يعني كان في حاجة يعني خبر كده غير، يعني شايف ان هو بهتان يعني على الوفد او كده، فكتاب عملت كاريكاتير يعني ولد مامته بتقول له اللي بيكذب بيروح فين، بيقول لها النار، قالت له لا المصري اليوم. فطبعا فاحنا كنا بنعملها يعني على سن ان كان في طب ده اختلاف، عرضك لمشاكل؟ والله انا فوجئت ان جالي استدعاء من النيابه ان سب وقذف من المصري اليوم، ده سب وقذف. والله يعني. وعملنا كذا، عملت كذا فكره بقى يعني، هم كان الفنان عمرو سليم شغال على ان الوفد بيتواطأ مع الحكومه، وانا شغال على ان اللي ده بيدعي عليه كده يعني. ففوجئت ان الموضوع وصل لقضيه واستدعاء من النيابه، الى ان الكلام ده كان في عهد الاستاذ محمود اباظه رئيس الوفد. فلما جه الاستاذ سيد البدوي حصل بقى تصالح مع القيادتين يعني في المصري اليوم، والحمد لله يعني عدت على خير يعني. الأستاذ مصطفى الشيخ رسام الكاريكاتير، بشكر حضرتك على هذه الإطلالة على مهرجان جفصة وعلى عالمك في هذا المجال، مجال الكاريكاتير والجمعية المصرية للكاريكاتير. بشكر حضرتك. الله يكرمك، شكرا يا فندم جزيلا. بعد فاصل تأتيكم زميلتي مروة عبد العليم وقطار حدوتة مصرية يصل لمحطته الرابعة والأخيرة.